نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية تحياتي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى دولة السيد عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة. جاء ذلك خلال اجتماع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة اليوم في مدينة إسلام أباد مع دولة السيد عمران خان، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي وزير الخارجية لجمهورية باكستان الإسلامية. وخلال الاجتماع أعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الوثيقة والراسخة مع جمهورية باكستان الإسلامية، وما يميز هذه العلاقات من تقدير واحترام متبادل ومصالح مشتركة، وما تتسم به من تقدم وتطور بفضل التواصل المستمر بين مسؤولي البلدين والحرص على المضي قدما بمختلف أوجه التعاون المشترك لتحقيق طموحات البلدين والشعبين الشقيقين ودعم التنمية والرخاء. من جانبه عبر دولة السيد عمران خان عن اعتزازه بزيارة معالي وزير الخارجية وبما تشهده العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية من تطور، مؤكدا استمرار جهود الارتقاء بمجالات التعاون المشترك على كافة المستويات بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.